المشاهدين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوط بيضاء، وحلقة بعنوان حرر موهبتك. بعيدا عن هموم الدنيا وضجيجها، سمعت مناديا ينادي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عزيزي المشاهد، من فضلك اخفض صوت الدنيا وارفع صوت القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله يفتح عليك. وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. والله ما أشرقت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. صلى عليك إله العرش في الكتب، فأنت يا حبيبي سيد الناس يا رسول الله. رسول الله يا أحسن الناس خلقا، حبيب الله يا أعظم البشر خلقا، رسول الله يا أحسن الناس خلقا، حبيب الله يا أعظم البشر خلقا، صدقا أمانة كرما شجاعة صفحا وحلما، أرسلك الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. في التواضع أحببناك، في العهد صدقناك، وفي الوفاء عاهدناك يا رسول الله. في الرحمة قلدناك، في التسامح أحببناك، وفي الصدق ما أحلاك يا حبيب الله. أحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك ما جاء في الكون. أحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك ما جاء في الكون. عادلا زاهدا لينا حيا كريما عظيما، صلى عليك الله يا من جعلت طريقنا لله منيرا. في التواضع أحببناك، في العهد صدقناك، وفي الوفاء عاهدناك يا رسول الله. في الرحمة قلدناك، في التسامح أحببناك، وفي الصدق ما أحلاك يا حبيب الله. لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهدين الأعزاء طبعا محتاجين دلوقتي يعرفهم الضيوف بتاعتنا مين. طبعا عنوان الحلقة بتاعتنا حرر موهبتك، الموهبة هي اللي بتتكلم. معانا النهاردة القارئ حمدي حسن، أهلا بك. أهلا بك. ومعانا الباشمهندس أحمد الفنان الكبير، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أهلا. نبدأ تاني ونرجع نشوف موهبة حمدي حسن ونسمع منه حاجة تاني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. الله يفتح عليك. بدايتك مع القرآن وبدأت ازاي يا حمدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فضل الله عز وجل. ثم والدي الله يرحمه هو اللي وجهني للقرآن، وهو اللي يعني اداني الطريق الصح اللي هو القرآن الحمد لله. ووداني الشيخ، كنت بحفظ معاه في القرية عندي. الحمد لله خدمت مع الشيخ ده اسمه الشيخ محمد ابو العيلة، كان الحمد لله كان شيخ كويس معانا ومحترم، حفظت معاه نص القرآن ما شاء الله، والنص الثاني الحمد لله ده بتوفيق ربنا عز وجل برضه ختمت القرآن الحمد لله. بس بدأت بقى اشتغل على نفسي كتير في القراءة لحد ما اتحسنت الحمد لله الأفضل، وده برضه بعد توفيق الله عز وجل الحمد لله. يعني انت اخذت القرآن يعني حفظت عن طريق شيخ على يد الشيخ؟ الحمد لله. على يد الشيخ يعني مش لوحدك؟ لا لا مش يعني لوحدي. القرآن يعني بيتلقن طبعا عشان الأحكام، وفي حاجات كتير في القرآن برضه ما ينفعش لحد ياخدها وبس يعني. لأن لو حفظت مع نفسي في أخطاء كتيرة هتظهر مني. فلما بدأت مع الشيخ حمد أبو العلا الحمد لله كان معنا في القرية، فالحمد لله الحمد لله والشكر بدأت أحفظ معاه، وأتمنى إن أنا يعني أحفظ تاني وتالت وأختم تالت ورابع وعاشر كمان. القرآن بحر من العلم الحمد لله. طيب نوجه رسالة للشيخ محمد أبو العلا. محمد أبو العلا بارك الله فيه، وربنا ربنا يعني يديك على كل حرف أقرأه واحفظته يعني أجر جامد الحمد لله. يعني ربنا يديه الصحة والعافية. ربنا يبارك، بارك الله فيه. ربنا يبارك له ويديله الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. ويوفقك يا رب في حياتك. اللهم آمين، بارك الله فيك. نروح للباشمهندس أحمد. محتاجين نطلع الموهبة اللي عندك كده وتظهرها لنا ونشوف ونسمع منك حاجة حلوة. تمام. نقول حاجة تانية اسمها سأقبل يا خالقي من جديد. تمام. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد بأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد
حين يزيد. لقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. سأترك يا ربي ذنبا مضى، وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. الله عليك يا فنان. بداية موهبتك طبعا وانطلاقك للموهبة وازاي طلعت وبدأت تنميها ازاي؟ انا في الاول زي عندي كده، انا كنت حافظ القرآن كله وانا صغير، عندي 18 سنة. والدي كان من عيلة متدينة، فكان متعمد انه يحفظنا القرآن من واحنا صغيرين، فكان صوتي حلو في التلاوة في القرآن، يعني في الشغل او في المدرسة كنت بطلع على طول في الإذاعة المدرسية الصبح اقول القرآن بتاع الصبح او النشيد بتاع الصبح. بس بعد كده لما اشتغلت ابتديت بصلي بالناس إمام في المهندس بتقول، فبصلي ناس ايام في الجامع اللي في الصحراء او في فما فيش غيري اصلي بيهم، فبصلي بيهم. فواحد صاحبي عجبه صوتي في قراءه القران، اسمه احمد هاشم صديقي، نوجه له رساله. نوجه له رساله مشكوره طبعا، انه اول واحد اكتشفني في النشيد، فهو اداني انشوده ساقبل، دي كانت طبعا معموله قبل كده، فهو قال لي اسمعها وقولها بصوتك، فقلتها. قال لي يعني صوتك جميل فيها، البدايه من عنده، ودي كانت بدايه ان هو شجعني على نوجه له رساله. نوجه له مشكوره طبعا. ان هو بشكر كل الناس الايجابيه اللي بتديك الطاقه الايجابيه، اللي تسمع صوتك يقول لك صوتك يقول الحاجه الحلوه، اللي يشوف الحاجه الحلوه اللي فيك. انا ما سمعت حمدي قلت له ما شاء الله صوتك جميل جدا في القران، يعني صوته احسن مني في القران، ربنا يزيده. ربنا يزيده يا رب. وبعد كده يعني بس فبعد كده عملت بقى النشيد، لقيت الناس عندي اصحابي اللي على صفحات السوشيال ميديا الفيسبوك او الانستغرام عجبهم صوتي، فكلهم في ناس كتير بقى شجعتني قالت لي صوتك حلو قوي، فابتديت اعمل نشيد في التاني من الحاجات اللي معموله قبل كده. تمام. ما عدا يا رسول الله الاولانيه اللي انا قلتها، دي كانت الكلمات دي الجديده، انا الوحيده اللي الكلمات انا اللي عاملها، يعني انت الكلمات اللي انت اللي بتكتبها ولا حد بيكتبها لك؟ يا رسول الله دي الوحيده اللي انا كاتب كلماتها. الباقي كله اناشيد اتعملت قبل كده وغناها ناس قبل كده. تمام. شيوخ او قراء او ناس عاديه، وانا عملتها لان انا سمعتها عجبتني فعملتها يعني. بس في حاجات بتكتبها انت هي يا رسول الله فقط الوحيده اللي انا كتبتها لحد دلوقتي، اللي انا قلتها في الاول خالص. تمام. اول انشود انا قلتها. في حد بيلحن لك او كده؟ دي واحد لحنها لي، كان استوديو بقى فبيلحنها لي ملحن اسمه محمد طارق، ملحن شاب قد كده. تمام. فلحنها لي وعمل لي اللحن بتاعها، عمل لي لحن كويس واشتغلت معاه. وفي ناس بتلحن، يعني انت لما تكتب كلمات او واحد يكتب لك كلمات فلازم تجيب ملحن يلحن لك الكلمات دي بحيث تطلع بشكل كويس تعلق مع الناس. طيب هنسمع منك حاجه تاني ولا ممكن نسمع ايام من عصيت الله؟ طيب ماشي اتفضل. بعد كده بقى الاستاذ ماشي. دي ياما عصيت الله، دي معموله قبل كده برضو. تمام. الشيخ عبد الله المهداوي اللي عملها. يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك. بصر وسمع والكلام مكمل، سبحان من أعطاك ثم حماك. من بعدها تقوى على عصيانه، يا للوقاح كيف تفعل ذاك، تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا، فتظن أن الله ليس يراك. يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك.
اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك شيطان نفسك حاضر متأصل يبغي بك النار التي تصلاك جاهدوا بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك النفس والشيطان إن خالفتا أفلحت في الأولى وفي أخراك. الله عليك يا فنان، الله عليك. طبعا الفنان أحمد ما شاء الله عليه، سامعين صوته وشايفين موهبته، موهبة يعني بتنطلق وبتتحرر. نروح للموهبة الثانية اللي هو حمد حسن ونسمع منه حاجة ثانية برضه. سمعنا حاجة عشان الوالد الله يرحمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن سعادة وليس شقاء. الحمد لله. بدايتك مع القرآن عرفناها، عايز توصل لإيه؟ بتتمنى توصل ايه وتحقق ايه في حياتك؟ الهدف الوحيد ان صوتي يوصل للناس. صوتك يوصل للناس. طب هيوصل للناس؟ طبعا احنا وصلنا للناس، شايفين حمد طبعا وسامعين صوته وشايفين موهبته اللي ما شاء الله عليه. ايه تاني؟ نفسي كمان الواحد يبقى من ضمن القراء المشهورين. طبعا احنا طبعا بالنسبه للقراء المشهورين احنا بنعزي الشعب الشقيق، شعب السودان الشقيق، في وفاه خمسه من اشهر قراء السودان اللي هم منهم الدكتور محمد القارئ الكبير الدكتور محمد يعقوب احمد يعقوب. تعزينا خالص، تعزينا لشعب السودان الشقيق. طبعا عايز تكمل طبعا وتوصل للنجوميه وللشهره ولا عايز توصل ليه بالظبط؟ مش هدف الشهره والناس تقول ان صوته حلو، مش الكلام ده. لا، انا هدفي ان انا القران يوصل للناس. القران يوصل للناس. القران يعني حاجه كده يعني حلوه جميله يعني. طبعا الواحد كمان لما ربنا يعطيك نعمه الصوت وتقرا بها القران، فانا نفسي صوتي يوصل للناس مش عشان شهره، عشان طبعا القران بس مش اكتر. يعني هو طبيعي يعني فيه ناس كده لما بتوصل القران كده وصوتها، يعني انا واحد من الناس في اصوات كده بتخليني بتشدني للجامع على طول كده، اول ما تسمع صوتها كده تجري على الجامع على طول. ف يعني فيه بتلمس القران ده يعني ما شاء الله عليه حاجه يعني. ربنا يجزيكم من نعيمه يا رب ويوفقك في حياتك. وعايزين رساله لكل الناس ولكل الشباب الصغير والاطفال وكل الناس دي. أتمنى رساله. اتمنى كل اللي عنده طفل يوجههم للقرآن زي ما والدي الله يرحمه وجهني للقرآن. أتمنى كل الناس اللي عنده طفل أو ما يسيبوش كده، التعليم مش كل حاجة. تمام. التعليم القرآن بس والله يعني البحر من علم. بنقول حين تختنق من دخان الحياة فهو ينفع ويدفع ويرفع. تمام الحمد لله. طب نسمع منك حاجة تانية ولا وقتك؟ ماشي. طب ماشي اتفضل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي
بيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طب باشمهندس أحمد عندك حاجة تقولها تاني؟ تمام ماشي. أن تدخلني رب الجنة. تمام ماشي. شو ده كان غناها طبعا الشيخ الكبير مشاري رشيد أحمد. أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا حمدي حسن. المشاهدين الاعزاء بنشكركم على حسن استماعكم وبنوجه رساله لكل انسان عنده موهبه يشرفنا في البرنامج. دمتم في امن وامان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.